مصفن نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل تطبيق لا يستجيب خطوة واحدة سهلة. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعد سنقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سنقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على الانستغرام خاص بكم، بعد سنقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سنقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعد سنقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، من ثم سنقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، بعد سنقوم بإيقاف إعادة تشغيل الهاتف خاص بكم. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.